سنة كاملة من غير ما اكل اي سكريات اي شوكولاتة، وايه اللي حصل؟ هاي جايز، انا الفكرة بدأت اللي انا اصلا ما كانش في دماغي اللي انا ما كنتش الحاجات دي وقطع عنها. انا في الاساس ما كنتش باكل شوكولاتات كتير وكده، كان ممكن كل شهر بيكون موجود او شهرين حتى. فمرات الجيم كنتش باكلهم، بعيد عنهم، وكمان الوجبة الفري مكنتش باكلها. وعلى فكرة هي وجبة فري مش ممكن يعني. بعدها بقى قعدت فترة كبيرة كده، جت بقى فترة العيد فبدأت الحلويات، فأكلت 2 بطفور، فبعدها 3 طاقة على فجأة وموتة تاني، وكان في وجع بسيط في البطن ودوخة. كنت روحت كذا دكتور على موضوع اللي هو وجع بطن وكده، فكان يقول لي انت عندك قولون، وكان الدواء بتاع القولون ما كانش بيعمل اي حاجه. بعدها كنت بسال برضو كذا كابتن، فكان برضو بيقول لي يعني كنت بساله على حته لما ضغط حاله وغطه فجاه وكده، كان بيقول لي انت عندك سكر، عندك سكر؟ ما كانش عندي سكر ولا اهم دي. بعدها بقى جت فتره اللي انا بقيت باكل شويه بشويه يعني شوكولاتات، وبدا حته اللي هو الضغط لو يوطى بدا يخف ويروح، وبعدها وجع البطن بدا يخف شويه بشويه. لسه بطني بتوجعني، بس اللي هو ما بكتر او باكل كتير كاني عامل تكميم معده او تحويل مسام. وكانت في فتره اللي انا كل شوكولاته خالص، لما كنت اشرب كانز كنت بحس كانها ميه عكره. كنت باكل سكريات، بس اللي هي السكريات الطبيعيه اللي موجوده في التفاح، ما كنتش باكل السكريات الصناعيه والحلويات الصناعيه، كنت باكل في حلويات مصريه. لو حابين نتكلم عن مواضيع زي ديت قولي في التعليقات، وسلام.